الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد، قد ذكرنا وجوب اتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة ومعرفة يا عباد الله الحال التي كان عليها السلف رحمهم الله ورضي عنهم في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي سيرهم، يحثنا على التخلق بما كانوا عليه رحمهم الله ورضي عنهم. وأول ما نذكر من سيرهم وهديهم رضي الله عنهم ورحمهم ما جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. فتيان حزاورة، والحزاورة هم الغلمان الذين بالغوا الذين قاربوا البلوغ. هم الغلمان الذين قاربوا البلوغ. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزادنا ذلك إيمانا. وهذا الأثر يا عباد الله يبين لنا الحال التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في طريقة تعلمهم مع معلمهم ومربيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا أول ما يتعلمون الإيمان، لأن الإيمان هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة وخلق النار وانقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد. فالمراد بالإيمان هو التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالسلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين كانوا لا يبدأون بالتعليم إلا بالتوحيد، مع أنهم خرجوا على التوحيد، ولكن لعظيم هذا الأمر العظيم فإنهم يبدأون به في التعليم. فتعلموا الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى موجود خالق رازق مدبر مستحق العبادة، موصوف بصفات الجمال والجلال على ما يليق به سبحانه وتعالى، وأيضاً البراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. كل ذلك كان يتعلمه السلف، تعلمون أركان الإيمان، أسباب الإيمان، مما يرفع إيمانهم ويزيد تقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتعلمون بقية الشرائع. فأولاً تعلموا الإيمان وهو التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك القرآن، وذلك لأن القرآن هو أعظم ما يعين على الإيمان، وهو مما يثبت به سبحانه وتعالى القلوب. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا من عظيم فقه السلف رحمهم الله تعالى، أنهم إذا تعلموا الإيمان تعلموا القرآن، لأنه يعين على ذلك. ولذلك قال في آخر هذا الأثر: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وليس معنى هذا الأثر أن الإنسان إذا كان صغيرا فإنه لا يتعلم القرآن، بل يتعلم القرآن ولكن بعد تعلمه الإيمان، يتعلم معاني الإيمان بكل ما يحتاجه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فهذا مما يجب علينا أن نتحلى به، وهو أن نعلم أبناءنا وبناتنا ومن تحت ولايتنا أيًا كان مكاننا، في مساجدنا، في مدارسنا، في بيوتنا، أن نعلمهم التوحيد قبل كل شيء، ثم بعد ذلك نعلم بقية الأمور التي جاءت بها الشريعة. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله تعالى. جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله عن علي بن حسين زين العابدين رحمه الله ورضي عنه أنه كان يعلم ابنه أن يقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت.
كان يعلم ابنه الصغير هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. فلا بد أن نعلم أبناءنا وأن نلقنهم هذا تلقينا حتى يكون هذا في قلوبهم كالجبال: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. لا يكفي الإيمان بالله فقط، بل لا بد من الإيمان بالله عز وجل بأنه الواحد الأحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وأيضاً يعلمون الكفر بالطاغوت، لأنه لا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت أن تكفر بما يعبد من دون الله، وأن تكفر أهله، وأن تتبرأ منهم، هذا هو الكفر بالطاغوت. فلذلك تلقين الصغار هذه الأمور مما كان عليه السلف الصالح: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.